إذا فاتين هلال بك ضيفة موزايك والوقت يطير معك فاتين. بارك الله فيك. غادي نربطوا الاتصال مع محامية وشاعرة اللي كانت درتي أول مشروع ألبوم معها، هي سيدة بشرى بالرجال. أهلا بك في موزايك. أهلا وسهلا بك وبفاتين. أهلا بك أستاذة. هنقولوا أستاذة ولا شاعرة؟ شنو بغيتي دابا في موزايك نقولوا؟ أستاذة فيها كل شيء وشاعرة فيها كل شيء. نديروا الأستاذة الشاعرة بشرى بالرجال. مرحبا. أهلا بك للا ومرحبا بك معنا في موزايك. تتعرفي ضيفة موزايك، اشتغلتوا بزاف، أول مشروع ألبوم ديالها في عدة أغاني بحال لحظات، خايف تفوتني وحبك عذاب ومش حتي وحشني، مشروع أغاني متعددة. نعم للا آمين. أنا فاتن هلال بك إذا سمحتي بالنسبة لي مميزة بدءا بالاسم. نعم هي فاتن. نعم. أنا شخصيا كنلقاها فعلا فاتنة شكلا ومضمونا، وكنلح على المضمون. نعم. أنا كنقصد به الصوت، صوتها. نعم. صوتها يمكن لي نعتبره هلال، بمثابة هلال بين الأصوات اللي كاينة في الساحة الغنائية، لأن عندها واحد الخامة نقية، وأنا كنظن أنها هي مازال ما لقات نفسها. نعم. مازال ما خدت حقها من الإنصاف. نعم. لهذا أنا أدعو إلى إعادة اكتشاف فاتن هلال بك. نعم. لأن عندها واحد المساحة ديال الصوت من اللي كتلقى نفسها، يعني تتملك الغناء ويتملكها. وشخصيا أعيد إعجابي بصوت الفنانة فاتن هلال بك. نعم. أنا شفتها واتصلت بها أنا بمبادرة مني، كان داك الساعة واحد برنامج ديال مسابقة الشباب، ولمست صوتها واحد يعني كنقولها دائما عندها صوت ملائكي. مهما قلت عن فاتن يعني صوتها، أنا معجبة فعلا بصوتها. نعم. وهذا ما كيمنعش أنها أحيانا تسيء الاختيار. نعم. وتسيء إلى صوتها، ما كتعطيش. نعم. ما عندها بالفعل. نعم. لهذا هاد القطعة دابا سمعتي اللي غنات دابا، كنت تسمعيها؟ هذه سمعتها ديالها. نعم. وهي يمكن تحكم على نفسها، احيانا صوتها يبدو جليا كيبان ولكن كيغبر عاود. نعم. هذا احساسي انا. نعم. هي احيانا مي كتلقى الطابع ديالها، وهذا الدور كنظن ديال الملحن ولا ما عرفتش في المسائل الفنيه، ملي كتلقى الطبقه الصوتيه اللي كتناسب بها، يعني. نعم. كيكون عندها صوت ملائكي، كتحس. نعم. بنفسك انك ماشي على الارض. نعم. ولكن احيانا ملي كتخطا الطبقه كيميل صوتها كيهرب. وهي. نعم. يمكن تاكد هذا الشيء اللي كنقول، هذا احساس انا عندي. نعم. فعلا على حسب الاغاني كيصغير. ما كيمنعش ان صوت مميز جدا. نعم. بين الاصوات، ما كنقولش غير المغربيه، ولكن الاصوات اللي كاينه في الساحه الغنائيه كلها. نعم. نعم. أستاذة شكرا على الكلمة في حق ضيفة موزايك. إذا شنو تبغي تقولي ليها باش، لأن الوقت سيطير وباقي لنا مكالمات هاتفية. يعني نقول لها أنا سعيدة أني شاركت معها، يعني سعيدة فعلا، وسعيدة أني شاركت معكم في موزايك. نعم. وعجبني الاسم دي موزايك، سوا كيعطينا واحد فسيفساء. نعم. كل ملون من فسيفساء. نعم. بارك الله فيك على الشهادة، تنعتز بها. بارك الله فيك، ونتمنى لك التوفيق. المحامية والشاعرة، ولا نقول أستاذة الشاعرة بشرى بالرجال، على هذه الكلمة في حق ضيفة موزايك. وحنا ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ومعنا مكالمة مفاجأة، هي من أول الفنانات اللي افتتحوا بالصوت ديالهم إذاعة ميدي أم، وهي اتصلت بنا، وهي صديقة الفنانين، وهي ديما تتساند ميدي أم، وكذلك تتساند برنامج موزايك. وقريبا قريبا هذا وعد غتكون ضيفتنا لالا ناعمة المشرقية. أهلا بك. مفاجأة زوينة. أهلا ونديها شخبار. كي دايرة لالا ناعمة؟ بخير. شو بغي نقول لك، هذه يومين تنعيط لك تليفونك راه طافي. ياك دابا خاصك تخلي لينا عفاك النمرة جديدة باش نجيبوك في موزايك في أقرب وقت إن شاء الله. نعم. أنا سمحت لنفسي أنني نتصل. مرحبا، نهار كبير. هذا شرف. بفاتين. نعم. يعني حقيقة متعة، والإنسان كيتصمت لها كيفاش كتهضر، يعني بنيتنا ربي يخليك، بنية مغربية ديالنا ما شاء الله، بهذا التكامل، بهذا التموقع ديالها، بالرؤية ديالها. هي باقية صغيرة وتبارك الله، خدات واحد المسار، خدات شواهد باش ديرهم بجيبها وتفرح والديها، ولكن الخطة ديالها الفنية
عالمية ما شاء الله عليها، وأنا من الناس اللي كنت دائما يعني تنتمتع بها اللي كنشوفها، سواء تنشيط بعض البرامج. نعم نعم. حتى في التمثيل، حتى في التمثيل للنعيمة شارق، لأن نعيمة راه تتمثل كذلك، ما عرفتش شفتيها في القمر الأحمر ولا في ما ولا مسلسل الخليجي كريمة. نعم. كنت غادي نمثل، كان غادي نمثلوا بجوج ولكن في نفس الفيلم، ولكن ما كتبش. ولكن اش غادي نقول لك زعما، والله انت لا زعما تفرحين تطمئنين، وهذه الصوره ديال الفنانين خصوصا الفنانات في هذا المجال ديال الغناء اللي هو من المجالات الصعيبه. نعم. يعني ما كانت في قلوبنا ومعززه، واليوم اكتشفتك وبغيت هذاك الشاب اللي حداك. الله يكثر خيرك. الله يحفظك دائما، تنقولها لك. شو هذه غتقوليها لي لالا نعيمة المشرقي قريبا؟ نقول لك. نعم. نقول لك ليك يعني ضيوفك. نعم. يعني انت من الناس القلال اللي ملي كتجي الناس كتقول انا الناس اللي جبتهم راني كنعزهم وتنكبر بهم، وراهم كبار في عيني وفي قلبي. نعم. وكتعطينا هذا الاحساس، كتريح الله. الناس كتمتعنا بهم، وكتخلينا نحترمهم، وانت من الناس اللي ربي عطا داك السر ديال كتسمع، كتعرف تسمع. بارك الله فيك، ميرسي بوكو. ميرسي بوكو والله العظيم، يعني ما قدرت قلت لا بالدند. لا 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 شو والله، لا 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 نعيمة المشرقي دابا قبل ما نقفلوا الخطرة لويزا غتاخذ الرقم التليفون ديالك باش نعيط لك من بعد المباشر، باش اون فيكسي. نعم يلا تفضلي. اعطيها ان بيز دين مامون دي تو كور. الله يحفظك. لاله نعيمة، شكرا لاله نعيمة المشرقي على هذه الكلمه. انا بغيت غير نقول لها كلمه. نعم. لاله نعيمة لهلا خطك عليا وفرحتيني بهذا الاتصال هذا، وخاصك تعرفي ان اول اعلان فاش كنت ربحت في نجوم ونجوم راه كنتي انت اللي قلتيه، راه انت اللي اعلنتيه في برنامج نجوم ونجوم، وراك عزيزه على قلوبنا بزاف ومفخره لينا، وبالعكس انا فخر ليا ان اليوم اتصلي ونسمعك كتشجعيني. لهلا خطك عليا. اذا شكرا لك للنعيمة، شكرا. نعم. اذا تنشكروك وبقاي معنا يا لويزا، غتاخذ الرقم التليفون ديالك الجديد لان الاخر راه ما خدامش، وغادي نهضر معك بعد ما نساليو المباشر. عندي لك باقي مكالمه اخرى وما بقاش الوقت، تشالي لا موزيو باش نقول للمستمعين هذا اللقاء راه مصور، وبغيت نشكر الناس اللي تكتبونا كذلك، مازال تكتبوا كلمات جميله في حق ضيفه فاتن هلال بيك. عندك دينا العباسي مزيونه كتعجبني، عبد الله الهاتمي قالك سيدي مرحبا بك، عصام تيقول لك السلام عليكم، اين طال الغياب وما هو جديد الفنانه المتميزه، راك بنت البلاد بنت القلعه. إيه. سعيد بن يمنة تيقول لك السلام عليكم وشكرا على البرنامج والفنانه ديالنا هلال بيك. وياسر الدنهاجي تيقول لك تبارك الله عليك وصوت جميل والمزيد من التفوق ان شاء الله يا ربي. بارك الله. ما بغيناكش تبكي دابا. عندك لو تيست ديال الحساسه؟ صافي لو تيست هو مصور قريبا في لاشين يوتيوب ديال مزيك غنشوفوها. اذا عندي لك مكالمه مع الاعلامي واستاذ العود والموسيقى العربيه والوقت تيطير بعجاله معنا الاستاذ مصطفى احريش. اهلا بك. مساء الخير سي منتصر، ومساء الخير بالضيفه الجميله. مرحبا بك استاذ. نعم. نعم استاذ، اهلا بك ومرحبا بك. نعم تفضل. اش غتقول؟ نقول لك الفنانه الكبيره فاتن هلال بيك واخا انها السن ديالها صغير. نعم. فهي اش نقول لك، هي اطار مغربي، يعني في الاطار المغربي في التكوين الاكاديمي ديالها، يعني نهات الدراسه ديالها بتفوق. نعم. ومن صغرها وهي متشبته بالموسيقى العربيه وبالطرب العربي، كتعرف ان فاتن هلال بيك ان منذ الصغر ديالها تخرجت من مدرسه الموشحات الطرب العربي والموسيقى العربيه. نعم. ودخلت الكونسرفاتوار، يعني درست الموسيقى. نعم. وحبت الموسيقى واللي كيشيروا الانتباه بان حصلت عديد الجوائز في المغرب ولا خارج المغرب. انا بدوري كنت مدير مهرجان الاغنيه المغربيه. نعم. وإلى في لجنة التحكيم، فاش فازت أول صوت أحسن صوت في مهرجان الأغنية المغربية، وكذلك حصدت جوائز الأولى في مهرجان الأغنية العربية، سواء هنا في الدار البيضاء أو في المحمدية أو كذلك في تونس أو في القاهرة، يعني على مستوى التواجد الأكاديمي حاضرة. التواجد الإعلامي فهي علاش موجوداش إعلاميا بزاف، ما كتختارش نامبورتو كوا، ما كتغنيش اي حاجه. نعم. يعني ما مشاتش مع هذه الموجه ديال الشباب انها تغني باش ملء الفراغ. نعم. لانها مثقفه وكتذكرنا في الرحيله رجاء بالمليح. نعم. لان اللي كيكون الفنان مثقف. نعم. كيولي كيعرف شنو كيدير، ما كيقبلش. نعم. اي حاجه. نعم. انا بدوري
شفت ليها مكان جميل. مرة يذكر مع علي زعيفر هذا صديق ديال وليد توفيق فنان كبير غني في واحد المحل يعني اللي مستوى قالت لي كان ما كنغنيش في المحلات. انا فنانه كنبقى معتزه براسو وهي تقول لك هذه المساله وعندي فيما كيشوفوها لا الملحنين سيرتو راه معايا انا راه تقول لك المشارقه كيطيروا يا سلام على اعلى صوتها. نعم تبارك الله. نظن ان حتى مجال التمثيل ماشي هي اللي مشات التمثيل المخرجين السينمائيين لان فوتوجينيك تبارك الله عليها هما اللي كيختاروا فاتن هلال بك باش تدير. وعلى الدليل هو انك مع حسن بجلون في جنيف قبل ما يصوب الفيلم ديال عبد السلام عامر قال لي شكون اللي كتقترح ليا في الفيلم ديالي قلت ليه فاتن هلال بك قال لي هي هذيك هي اللي اختار لي عليها الاختيار ديالي. وبالحق بانها تفوقات وكنتمنى لفاتن هلال بك لانها ما عندوش ليسانها الفنان فاتن هلال بك يعني كما كنقولوا في هذا الميدان بوحدها خص الاعلاميين والمثقفين يشدوا بيديها. هذه الاغنيه اللي دالها استاذ عبد السلام استاذ حسن القدميره وهي من شعر الشاعر الكبير عبد الرافع الجواهري سرقات لهذه الاغنيه ديال المشاغبه وكدينا لا اعلاميا ولا الصحافه المكتوبه ولا على مستوى القانون كذلك ترجعنا لها الاغنيه ديالها. الفنانه فاتن هلال بك انا كنشكركم في هذا البرنامج لانك تشوفوا هذا المستوى الرفيع كتجيبوا لنا هذه الفنانه هذو خاص لي يشد بيديها وغادي تكون عندها ان شاء الله الكلمه ديالها ماشي غير في الاغنيه المغربيه في الاغنيه العربيه. يا ربي امين هذا الشيء اللي بغينا. والهديه ان شاء الله راه هي عارفه تقول لك راه كنحضروا ليها فيديو كليب ديال المشاغبه. المشاغبه واش هي مشاغبه استاذ؟ لا هي مشاغبه لا على حقها يعني لان كنت بغيت نطرح السؤال لسي حسن القدميري ولكن حيت هو يلاه دار عمليه كان عيان شويه سي عبد الرافع الجواهري ما قدرناش نتصلوا به ولكن انت هي اللي تقول لنا. لا فين في الاختيار؟ نعم اكثر انا تقول لك الان راه تناقشنا راه هي فراسك قلتها لها البارح راه استاذ محمود الادريسي مهيئ لها واحد الاغنيه كانت جميله جدا كان هي الاستاذ لطيف رأفت. نعم وغادي يعطيها ان شاء الله هذه هديه كذلك. وهذا سكوب زوين هذا شكرا. نعم ان شاء الله من الفنان الكبير محمود الادريسي لان هي مشبوه ديال الكل. نعم غير حاجه الا كان العمل ما عجبهاش ما كيعجبهاش كتقول لك في وجهك. نعم كيقول لك كاين واحد العمل راه كاين اغنيه موجوده وداك الشيء كتسمعها وكتقول لك في وجهك هذا هو الشغف ديالها ما عجبانيش الاغنيه. نعم واذا كانت الاغنيه عجبها راه هي كتقطع لك الصباح وفي العشيه كتاخذ الاغنيه. كنتمنى لفاتن هلال بك مسيره موفقه وكنقول لها حنا معاك ديما وراك في قلوبنا. نعم شكرا لك استاذ مصطفى احريش غادي نختتم هذا اللقاء معك بقطعات هذه حياتي وغادي بقي عندي كانوا عندي بزاف حوايج نقولهم. بغيت للجائزه التكريم اللي خديتيه بالجزائر وحصلت على وسام الدرجه الاولى من اكاديميه المجتمع المدني الجزائري المعترف به من هيئه الامم المتحده. اذا تكلمنا على هذا التكريم وشنو ضاف لك انت في المسيره ديالك الفنيه؟ انا بالنسبه لي هذا التكريم هو تكريم لكل الفنانات المغربيات وكل الفنانات المغاربيات اللي هما عندهم الهاجس ديالهم من صناعه الفرجه الى صناعه الوعي. وبالنسبه لي كان حافز اكثر لان حسيت بحب الناس ليا وكان احسن تكريم بالنسبه ليا لان ملي شفت صدق الناس وعملوه ليا في اليوم العالمي للمراه كانوا العيالات حاضرين وعرفتي حسيت بواحد الاحساس ما كيتصورش يعني واحد الفرحه وحسيت براسي وسط اهلي وسط ناسي. وفعلا حنا كنقولوا اننا كمجتمع مدني يعني حنا كنحبوا بعضنا وحنا احنا اخوه وهذا هو الاساس ديال الفن انه كيتعدى الحدود ما كاينش الحدود ما هي الا وهميه. وانت خديتي على عاطقك هذه المهمه ديال مد هذا التواصل بين أكيد بين أكيد الثقافه والفن بين البلدين. الجزائر حاضره فيها كذلك في مهرجان الانشاد الصوفي بالعاصمه الثقافيه للجزائر تلمسان ياك. نعم كنت كان عندي الشرف انني نشارك نكون اول مراه تشارك في المهرجان مع الاستاذ نصير شما واللي كنا عملنا فيها قصيده ديال الحلاج وقصيده ديال الشاعر المخضرم طه المتوكل. نعم. وكانت بالنسبه لي مشاركه طيبه لان يعني الاغاني الصوفيه هي اغاني لمناجاه الخالق وهي ترقى بالانسان الواحد للمستوى ديال الوعي ما كتكونش حصر على الرجال. نعم. فكانت هذه هي الرساله اللي احنا وصلناها. الحمد لله يعني مازال عندي مشاركات في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله. وتونس راه نقولوا بانك خديتي التانيث الفضي بقطعه انت مرادي وكذلك مشاركه متميزه في برازيليا
نعم، الأسبوع الثقافي للتضامن مع فلسطين، ومن هذا المنبر كنوجه تحية للسفير ديال المملكة المغربية الله يعطيه الصحة مولاي العربي مخاريق، لأنه رحب بنا واحد الترحيب لا يتصور، وكذلك الناس كلهم اللي عاملين في السفارة، يعني حسيت بنفسي وكأنني في الدار. وكذلك السفراء العرب حتى هما يعني ما بخلوش علينا بالعطاء ديالهم بالترحيب، وخصوصا سفير فلسطين الأستاذ إبراهيم، فكان هدوني شال مصنوع في رام الله، وقال لي كلمة اللي بقت يعني مرسخة عندي، أن فلسطين كبرت بالمغرب. أديت لهم واحد الموال اللي هو كان صادق، يعني ماشي، وحسوا بالصدق ديالي، وكانت بالنسبة لي هي مشاركة اللي أنا كنت شرف بها، وكانت منها إن شاء الله يكون مثل توالي من هاد النوع ديال المشاركات، لأن بالنسبة لي الفنان خصو يكون هو صلة الوصل ما بين الدول الأخرى. سفير من خلال هذا اللقاء هذا، فأغناني وعطاني الكثير، لأن حسيت بحب الناس والسفراء كلهم، السفراء العرب كلهم الحمد لله توفقت أنهم كان عجبهم الحال، وباش يقول لي مثلا سفير ديال تونس تصورت معاه ومع العائلة ديالو، كيقول لي هذه الصورة غادي نحطها في السفارة عندي، فحسيت بذاك الألفة بيننا احنا كعرب، وهذا الشيء اللي خاصه يكون. فكنتمنى إن شاء الله تكون الوحدة العربية، الأمة العربية، وهذا يعم شوية السلام، بركة من يعني بركة من الحروب، بركة من العنف، والإنسان يا رب أمين. هذا الشيء اللي كاين. إذن المشاريع المقبلة، والوقت ما بقى لينا، نودعك ونشكرك. شنو المشاريع في 2014 دغيا دغيا بعجالة؟ 2014 إن شاء الله كاين مشاريع مع الأستاذ حسن القدميري، الأستاذ عبد الرفيع الجوهري، الأستاذ محمود الإدريسي، الأستاذ عبد الوهاب الدكالي، كاين مشروع فيلم إن شاء الله، كاين جولة إن شاء الله بالولايات المتحدة، بلندن وفرنسا، اللي غادي تكون فيها تعريف بالموروث الثقافي المغربي، ويعني يكون مشاركة مع الفنانين الاخرين، يعني باش يكون في اطار تلاقح الحضارات. فهذا هما المشاريع المستقبليه اللي عندي قريبه. فاتن هلال بك، تشرفنا بالحضور ديالك، وحضورك راه اضافه كذلك متميزه من خلال برنامج موزايك. تنتمنى لك التوفيق. اخر كلمه تقولي للمستمعين والعشاق ديالك والفان ديالك اللي متبعينك عبر صفحه الفيسبوك فاتن هلال بك. عندك وحده اوفيسيال؟ شحال عندك؟ عندي وحده اوفيسيال. داكور، فاتن هلال بك فانز. اذا هذه حياتي، حنا تنسمعوا المقطع. ليلتي وانا قلت حياتي. مهم هي مقوم كنزة حياتك هذه. كنشكرك أخ منتصر على هذه الدعوة هذه، لأننا نحن ما أحوجنا لهذا النوع من البرامج اللي هي في مستوى يعني راقي جدا. الله يعطيكم الصحة، الطاقم كله الله يعطيه الصحة، كله شباب، كله مليء بالحيوية وبالعمل الدؤوب، فتبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة. كنشكر جميع المستمعين الكرام الأفاضل في العالم العربي ككل يعني. وكنقول للمعجبين ديال فاتن هلال بك الله يخطيكم عليا، وان شاء الله ترقبوا الجديد قريبا ان شاء الله. شكرا لك فاتن هلال بك. نبغي نذكركم غدا ان شاء الله في موزايك غنبدلوا لون اخر، وغادي نفتحوا واحد النافذه لمجموعه شابه من قلعه مكونه، مجموعه القواصر، وغيكونوا معنا كذلك ديوم من مرشره من باريس، فرنسي من اصل لبناني وفرنسي من اصل مغربي، مجموعه ميليزيم، غيكونوا ضيوف موزايك غدا ان شاء الله. ونهار الخميس غيكون معنا الرابر مسلم. تهلاو في راسكم وراجع لكم قريب غدا ان شاء الله. دائما في استماع الى اذاعتكم اذاعه ميديان. تهلاو في راسكم.